التواصل يستمر والانطلاقات تستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، أشواطنا مستمرة باستمرارية في انطلاقات صباح هذا اليوم، انطلاقات سن اللقاية وبأشواط الانتاج والمنتجين. في هذه اللحظات تعلن انطلاقة شوطنا 17 بمجموع الأشواط، وأول أشواط الانتاج الجعدان المهجنات الأصايل. أتقدم مباشرة مع الصدارة مع المقدمة والمركز الأول، أتابع المركز الأول متعود خليفة بن خليفة بن عبد الله العطية ينطلق على المركز الأول، يقدم متعود على المركز الأول والصدارة. المركز الثاني سراب ناصر بن مغير بن سالم العميمي القادم على المركز الثاني، والمركز الثالث الشبابي مطر بن محمد بالعفاري المنصوري القادم على المركز الثالث. المركز الرابع نتابع المتسلل محتال حمدان بن حمد بالطير العامري يقدم محتال. المركز الخامس، المركز الخامس هذا اللي واصل صافي المسلم بن سيل بن هي العامري. وسادسا نتابع قناد محمد بن سالم بن ناصر النعيمي على المركز السادس. وسابعا شغف القادم لسعادة محمد بن عوضي بن يحيى المنهالي على المركز السابع. وثامنا الغزال لمحمد بن سعيد بن عبيد الحميري على المركز الثامن. والمركز التاسع مشاهدينا متابعينا الكرام حضورنا الكريم هذا رمسيس لمكتوم بن سعيد بن منانة قادم ويقدم رمسيس على المركز التاسع. والمركز العاشر يأتينا في هذه اللحظات وينطلق مغادر لمحمد بن عتيج بن سالم بالعبد الاكتبي القادم مع انطلاقة وتحديات مغادر. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ندانا الأول للعشر المراكز الأولى المنطلقة والمؤكدة الحضور على أرضية هذا الميدان. أعود إلى الصدارة إلى ضيوفنا الكرام القادمين من ميدان التحدي على المركز الأول وعلى الصدارة. شعار العطية خليفة بن خليفة بن عبد الله العطية يقدم متعود على المركز الأول، متعود على الصدارة والمقدمة. سراب على المركز الثاني، ناصر بن مغير بن سالم العميمي قادم بإنتاجه. بن مغير يقدم إنتاجه الفاخر على أرضية ميداننا الذكي ميدان المرموم. المركز الثالث وتابع صافي سلم بن سيل بن هي العامري قادم مع صافي على المركز الثالث. ويأتي محتال وصاحب الأسماء الشهيرة حمدان بن حمد بالطير العامري يقدم أسماء اللامعة على أرضية هذا الميدان على المركز الرابع. خامسا قناد القادم محمد بن سالم بن ناصر النعيمي قادم على ما أظن من مدينة العين. النعيمي يقدم قناد على المركز الخامس. سادسا الغزال محمد بن سعيد بن عبيد الحميري القادم على المركز السادس. والسابع وتابع المركز السابع شغف لسعادة محمد بالعوضي بن يحيى المنهالي. غادرنا 2 كيلومتر وصل الذيب، أول ندى للذيب ما يبتلى طاري إلا هذه اللحظات. سعيد بن أحمد بن حلوة قادم يقدم الذيب، والوصول من رمسيس مكتوم بن سعيد بن منانة يقدم رمسيس الواصل المركز التاسع والمركز العاشر. المركز العاشر متعب الدويس بن محمد بن مبارك الشامسي قادم، وأول ندى لشعار الدويس ينطلق مع انطلاقة متعب الدويس بن محمد بن مبارك الشامسي. هكذا هي النتيجة، هكذا هو الإعلان الثاني مع الأسماء العشر المراكز الأولى المتقدمة والحاضرة. ولكن العطية
على المركز الاول. ها هو متعود على المركز الاول، متعود على اليمايل. الله يا متعود يحمل شعار خليفه بن خليفه العطيه على المركز الاول، لكن هل الخوانيت شادين الهمه في مسار هذا الشوط؟ شنوا الحرب في هذه اللحظات والانطلاقات. الحميري قادم، الحميري بمطر يقدم انطلاقه الغزال محمد بن سعيد. الحميري والقادم جناد محمد بن سالم بن ناصر النعيمي. الكيل والاخير الذيب على المركز الرابع، سعيد بن احمد بن حلوه قادم مع الذيب. والدويس بن محمد هنا قادم بن مبارك الشامسي قادم على المركز الخامس مع متعب، ولكن بعود الى الرباعيه. الرباعيه ما بين العطيه، ما بين بن حلوه، ما بين الحميري، ما بين النعيمي راعي جناد. والدويس قادم وابن حمود قادم. اول ندى للهب علي بن غانم بن علي بن حمود الظاهري قادم راعي لهب قادم. اللحظات الاخيره، الامتار الاخيره، اول اشواط الجعدان اللي جايه، المهجنات الاصايل. لهب القادم، لهب بن حمود الواصل يا النعيمي، ولكن الحميري. الله يا راعي الغزال، يا راعي الغزال، هل الخوانيج، هل الخوانيج وهل العين في معركة ثنائية ما بين أحد الشعارات الاقتصادية وما بين أحد الشعارات القادمة من الخوانيج؟ ولكن الغزال، 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 أول أشواط اللقاية، المهجنات الأصايل للجعدان يذهب للمرة الثالثة على التوالي في صباح هذا اليوم. سلام يا الحميري، سلام، تهانينا والناموس لمحمد بن سعيد بن عبيد الحميري. شكرا سعيد بن عبيد الحميري داعم هذا الشعار. بن حمود على المركز الثاني، الثالث العطية، المركز الرابع وصل شعار متعب الدويس بن محمد بن مبارك الشامسي، والخامس الذيب سعيد بن احمد بن سعيد بن حلوة الكتبي. أعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول الغزال، مؤكدا النقطة الثالثة لشعار الحميري أحد الشعارات القادمة من الخوانيج. 7:34 بالوفاء والتمام، تهانينا والناموس لراعي الغزال محمد بن سعيد بن عبيد الحميري. المركز الثاني 7:34، 4 أجزاء من الثانية. لهب قدم عرض يشكر عليه وفاجأنا في الكيلومتر الأخير لعلي بن غانم بن علي بن حمود الظاهري. المركز الثالث وصل شعار خليفة بن خليفة بن عبد الله العطية مع متعود. 7:35، 5 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس للجميع. التواصل